شوشة. مريح عودتي للسينما بعد غياب أربع سنين خمس سنين كمان أكتر، أو عن مجال التمثيل فيلم كوميدي، لو أنت عايزة هو أكتر وجع ذو منظر كوميدي، بيتكلم عن الناس، عن الشعب، عن الأوجاع كتيرة بيحسوها الناس كل يوم، وزي ما اسمه بيقول هو بيتكلم عن الأقساط، كل حاجة بتتقسط، القهوة، المية، الهوا، كله بقى بالقسط. فشخصيتي اسمها سوسن، الشخصية اللي هجسدها سوسن بنت شعبية بس تعبانة، يعني تعبانة نفسيا، وطبعا الناس يعني اتضحك عليها وجوزت بالقسط، فمن بعد ما مات جوزها الشخصية اللي بيجسدها أستاذ هاني رمزي اسمه أكمل هيبقى هيمد إيده ويساعدها، هتحصل كده قصة لطيفة. عائلتي هي السبب الرئيسي وأحلى سبب في الدنيا، يعني نشكر ربنا، ربنا يخلي أولاد الناس كلها، هو ده السبب الوحيد اللي أبعد. في ألبوم جديد طبعا أعلننا عنه اسمه كمل لوحدك، عنوانه كمل لوحدك، في 8 أغاني منهم واحدة لبناني، وإن شاء الله إحنا هنصور كل أغنية فيه. أولا حسن وحشني قوي، أنا هو واقف جنبي مش عارفة أكلمه، وطبعا دي تاني مرة أنا بعد فيلم الديكتاتور اتشرفت إن أنا مش بس اتجوزت إيهاب، لما اشتغلت معاه كمان، فحسن التجربة هتكون لطيفة، وكمان تعامل مع أستاذ هاني رمزي أنا حاسة إن هو تحدي حلو ليا كممثلة، لأن هو كوميديان جامد كمان. إن هي بنت شعبية هو ده اللي شجعني، يعني الناس الشعبيين دول هم اللي حواليا، هم الناس اللي بحبهم، هم اللي موجودين كل يوم بشوفهم. التحدي بالنسبة لي إن هو شخصيتها مختلفة، ثقافتها مختلفة، لهجتها مختلفة، طريقة تعبيرها عن العصبية بتاعتها مختلفة. أنا شخص عصبي بس بتعبر هي يعني إيه لسانها صعب يعني كلامه شوية، بس ده تحدي بالنسبة لي إن أنا أقدر أوصل الشخصية من غير ما تحسي بتكلف. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوالي. www.washwasha.org